طلبت من قائد الشرطة بمحطة كتسوي وسألته سؤال، يعني قلت له العدد قليل هذا من الشرطة والمساحة واسعة هون والوقت عم يضيع منا نحن، لسه ممكن يكون على دائرة بقطر كيلومتر، بعد شوي ممكن يصير على قطر 10 كيلومتر وهن عم بيحاولوا يهربوا بعده أكثر. فقال لي بصراحة نحن كنا حابين يكون في طيارة هليكوبتر لمهمة من هالنوع، بس الحقيقة أنه نحن ما يعني ارتفض الطلب تبعنا وما قبلوش يبعثوا لنا هليكوبتر. يعني بديت انزعج، يعني قلت له الوقت عم يضيع ومش كفاية هذا العدد قليل هون ومساحة كبيرة هذه. فسألني قال شو عندك يعني تقدر تساعد؟ قلت له بقدر اساعد، الشيء اللي عم تشتغلوا انتم نحن بنقدر نشتغل، واذا في امكانيه نساعد يعني. فعرضت المساعدة تقبله هو بشكل هيك اولي، بس قال بدي اخذ كمان اني موافقه غيري. فرجع لي بعد دقائق قال فيش مانك تقدروا تفوتوا انتم. بالوقت هذا كنت عم بستقبل تليفونات بشكل كبير من شباب البلد واللي كانوا متجمعين جنب البيت ومن اهل بلدنا. فاتصلوا في مجموعه من الاصدقاء، يعني حكى معي غسان رباح، حكى معي نور الدين بريك تحديدا، وقلت لهم بصراحه قلت لهم هيك القصه، يعني كنت عم قلت لهم تجوش لهون، بس هيك القصه، يعني صرنا بحاجه لكل انسان لهون، اللي كل فرد ممكن يلاقي شغله هون، والموتورات التراكتورون يعني ممكن يكون فعال هون بالمنطقه. فبالفعل الشغله كنا اخذت ساعه واكثر شوي، كان يعني لا يقل عن 300 شاب كانوا موجودين بالموقع هناك مع السيارات مع التراكتورون مع الاضاءه والبروجكتورات، وانتشروا بشكل رهيب. يعني حتى سمعت ضابط الشرطه عم بيقول هذا، عم بقول لواحد ثاني من الشرطة عم بقول له هذا جيش، مش فكرنا بده يجوا العيلة تبعه قرايبه وجيرانه، بس هذا جيش، انتشار الناس ونخوته واندفاعه وغيره. شغلة كانت كثير مفاجأة وكثير هيك رجعتنا روح، نسينا القضية المادية ونسينا الشغلة اللي نحن فيها. واستمرت هاي العملية من تقريبا الساعة 10، دخلنا نحن بشكل مباشر وفتنا بالاراضي الزراعيه هناك لحد الساعه 3:30 الفجر، بس مع الاسف ما كانش في ولا اي شيء يدل، مساحات كبيره فيش ولا شيء يدل ولا شيء، وحسب رايي كان فات الوقت كمان، كان في غلطه من الشرطه اعطوهم امكانيه اللي يعبروا الحاجز وضيعوهم واعطوهم الوقت الكفاية اللي ابتعدوا على منطقة واسعة اللي بدها ممكن الوف البشر لتقدر تغطيها وتنشطها. فظلينا لحد الساعة 3:30، فحسيت هيك بعبء علينا، صار اعداد الناس اللي موجودة هونيك واللي راحت لا تقف بجنبنا وغيره، فحبيت هيك ملاطفة للشباب هونيك ولا غيره، قلت لهم بصراحة قلت لهم الله يعلمهم منكم ومشكورين كثير، بس ما عادش في قيمة لقعدتنا هون، والشرطة كلها فلت ما ضلش في حدا غير نحن ولاد البلد هونيك. فهني أصروا لا إنه ما نخلكش أنت هون، أو الكل بيضل أو الكل بفل على البيت. فأني قبلت قلت لهم تعرفوا شو لا بنفل كلنا على البيت، دورت السيارة أول واحد وطلعنا وانطلقنا باتجاه نجد. وصلنا على البيت حوالي الساعة 4 أربعة، يعني بدنا نستنى نشوف لثاني يوم شو بده يصير. بقيت حوالي نص ساعة بالبيت، ما كنتش أقدر أقعد أكثر. على 4:30 قررت قلت بدي أرجع لهونيك على منطقة السيارة والحادث هونيك. فالعيلة هون عندنا ما قبلوش معي، شافوا إنه فيها خطورة شغلة. فرحت لعند بيت خيي صالح وشفت سلمان، قلت له هيك القصة، أنا بدي أرجع أروح لهونيك إذا بتحب تروح معي. فسلمان قال بروح معي. طلبت منه وسألته وين حطوا الأغراض اللي انسرقت المسروقات.